السطح على سقف هذا البيت هابط بزاف. هذا البيت يعيطوا لها بيت العولة، حيت هنا كانوا يحطوا المؤونة تاعهم باش يخبوها كالقمح القهوة الشاي وغير ذلك. والسقف تاعها هابط بس مليميني ولو ماكسيموم تاع الرطوبة، يعني كل ما كانت هابطة كل ما كانت الرطوبة أقل أقل. هكذا. وفيها ثلاث نوافذ، فيها ثلاث نوافذ للتهوئة، وهكذا كيكون الهواء داير والسقف هابط هكذا بزاف، الماكلة تقدر تشد لنا عدة أشهر. أنا عارف في الهندسة العثمانية قديما كان من المواد الأساسية اللي كانوا يخدموا بها البناية تاعها. كان كما نقولوا احنا مادة ضرورية، و يعني التي اومني بريزونس، لا تروف بارتو دون توت لي باتي.